سوف نتعرف على طريقة وكيفية إيجاد فشل في البحث على تطبيقكم تيرابوكس. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التطبيقات، ثم سوف نقوم بالبحث هنا عن تطبيق تيرابوكس. سوف يظهرنا على هذا الشكل. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مسح تخزين مؤقت، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق تيرابوكس. سوف يظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم تيرابوكس. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة.